حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من أربيل السيد محمد هماوندي الخبير العسكري والاستراتيجي. وسيد محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. الأخبار وحسب التقرير الذي عرضناه قبل قليل تتحدث بأن التقدم العسكري في عمليات الموصل مستمر، والتقدم حتى وصل نحو الحدود، وأيضا الخسائر بصفوف داعش والجيش بصفوف داعش خاصة كبيرة. التطورات إلى الآن وأيضا فيما يخص الخسائر على في صفوف تنظيم داعش الإرهابي. نعم، طبعا تتقدم القوات المشتركة العراقية نعم البارحة واليوم على ثلاث محاور الرئيسية باتجاه المدينة القديمة أو الموصل القديمة. وأنا برأيي اليوم أو غدا سينتهي بتحرير ثلاثة أحياء مهمة، وهي حي الصحة الأولى وحي زنجلي وحي الشفاء، وكذلك سيصبح جميع قطاعات العسكرية على المشارف أو على دفاعات الداعش في اعتاب المدينة القديمة. طبعا المدينة القديمة أو الموصل القديمة وهي مدينة صغيرة تعتبر مساحتها بحوالي 8 كيلومترات مربع، وهي من الشوارع وأزقة ضيقة جدا، وتحدت حركة السير فيها على الأقدام. وكذلك هذه المدينة الصغيرة مكتظة بالسكان، وحوالي بها أكثر من 200 ألف نسمة في هذه المدينة، وتعتبر هذه المدينة وهي ملاذ الأخير للداعش، ولو في هذه المدينة فيها متاهات الكثيرة ومعقدة بالنسبة لسير. طيب ماذا بالنسبة، كنت سألتك سيد محمد، ولذلك سيد محمد بالنسبة للعمليات العسكرية على الأرض فيما يخص خسائر داعش، نسمع بأن الخسائر سواء في القيادات سواء حتى على مستوى الأرض هي الخسائر مستمرة، والتقدم بالنسبة للقوات العراقية. إذا ما تحدثنا حتى بالنسبة للنسب مناطق احتلال داعش، ما النسب التي لا تزال الآن تحت احتلال داعش وبالمقابل مناطق التي حررت من قبل القوات؟ نعم، طبعا الداعش فقدت أكثر من قواتها أو خاصة القوات الانتحارية أو التي يستخدمها في المعارك، وأنا أقول بصراحة فقدت أكثر من 80 أو 85% من قواتها الانتحارية، وذلك خاصة في الأيام الأخيرة بعد أن فقدت هذه المناطق المهمة، خاصة المنطقة الصحة الأولى وزنجلي ومنطقة الشفاء، لأن هذه المناطق توجد فيها المخازن والمأوى لداعش، والتي تم فيها تحريرها من قبل القوات العراقية، وذلك باستخدام جميع الأسلحة منها الثقيلة وكذلك الطيران، وحيث إن في هذه المناطق تم تدمير أكثر مكانات الداعش والتي يتواجد فيها، منها في صنع الأسلحة والسيارات المفخخة، وكذلك ودمرت أكثر من هذه السيارات في هذه المنطقة، وأدى إلى خسائر كبيرة بالنسبة للداعش، وحيث إن الآن الداعش انحصر جميعها في داخل مدينة القديمة أو مدينة الموصل القديمة. وكان لم يبقى له إلا عدد قليل من القنص التي استخدمه من قبلهم، وكذلك يحاول أن في هذه الحالة أن يحاول أن يستخدم في نصب الكمائن، وكذلك في تفخيخ السيارات والتفجيرات والانتحارين، وهذه بالنسبة لهذا السلاح الأخير بالنسبة لداعش لكون معركتهم. وهدف الداعش في هذه المعركة هو فقط عامل التأخير والتهديد لتأخير السير المعركة. طيب أستاذ محمد، العملية العسكرية حاليا ماذا تتطلب؟ المتطلب أنا برأيي النصر العسكري يتجلى الأمور الأدنى، أولا محافظة على الأرواح المدنيين
والتي أخذهم داعش في المدينة القديمة الموصل القديمة كدروع البشرية، لأنه باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والقنابل سيؤدي إلى الكارثة الإنسانية. وكذلك يتطلب من القوات العراقية الحماية الممتلكات الناس والبنية التحتية لهذه المدينة، وذلك كما قلت بعدم استخدام الأسلحة المفرطة من الثقيلة والصواريخ، وكذلك باستخدام القتال. أنا برأيي أن يستخدم القوات العراقية باستخدام القتال الفرسان من البيت إلى بيت، وينعت هذه الواجب إلى القوات أكثر مدربا في حرب الشوارع، وكذلك بعدم استخدام الطيران الصواريخ والأسلحة الثقيلة، لأن يعتمد إلى أشكرك جزيلا. شكرا لك. أكثر نعم شكرا لك سيد محمد هماوندي الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الرقم الاصطناعي مباشرة من أربيل.